أقامت جامعة البحرين تحت رعاية الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين وبالتعاون مع الجمعية الفلكية البحرينية منتدى إلكترونيا حول كسوف الشمس الذي من المرتقب حدوثه يوم الأحد المقبل 21 من شهر يونيو الجاري. وضم الملتقى 9 محاضرات تغطي جوانب متعددة ذات علاقة بالكسوف والنشاط الشمسي وطرق الرصد الفلكي وحماية العين عند رصد الكسوف، بالإضافة إلى الكسوف في القرآن الكريم مع إلقاء الضوء على كسوف يوم الأحد القادم وظروف رؤيته في سماء المملكة. هذا وشارك في المنتدى عدد من المختصين من مملكة البحرين ومن دولة الإمارات العربية المتحدة. تهتم جامعة البحرين بتتبع الظواهر الفلكية المختلفة، كما تحرص الجامعة على تنظيم المحاضرات التوعوية حول الطرق الصحيحة والآمنة في تتبع ظاهرتي الكسوف والخسوف الطبيعيتين.